جئنا هذا اليوم لنؤكد على أن المطلب ديالنا وزارة التربية الوطنية مطالبة بالاستجابة الفورية وبالحل النهائي العادل والمنصف للملف ديال المقصيين عبر إصدار مرسوم استثنائي تعديلي اللي يمكن كل مقصيين مقصيات من الترقية الاستثنائية والفورية بأثر رجعي إداري ومادي. وعندما نؤكد على الأثر الرجعي الإداري والمادي لأنه كاين اتفاق 29 أبريل 2011 اللي أعطى لكل المطافين محدودي المسار الحق في الترقية إلى درجة جديدة. وحنا كأساتذة ديال التعليم الابتدائي وملحقين الاقتصاد والإدارة وملحقين التربويين، النظام الأساسي ديال وزارة التربية الوطنية كيحرمنا من الترقية للدرجة الممتازة، بالتالي فالاتفاق يعطينا الحق في الترقية للدرجة الممتازة. وأقول بأنه هذا المطلب لا يجب أن نفصله عن الأثر الرجعي الإداري والمادي لأنه كنعتبره الحل أقل حل وأدنى حل اللي ممكن يعوض المقصيين والمقصيات هو تعويضهم بشكل مادي وبشكل إداري. ومنين كنقولوا الأثر الرجعي الإداري والمادي تنقولوا بأنه الاتفاق 26 أبريل 2011 ما كنعتبروش هو التاريخ المرجعي بل هو الإطار والأرضية القانونية اللي كتعطر المطلب ديالنا. أما بالنسبة للتاريخ الأثر الرجعي الإداري كنقولوا بلي كاينة سنة 2014 باعتبارها السنة اللي شهدت انطلاق المشاورات الأولى حول النظام الأساسي، وبالتالي وزارة التربية الوطنية يجب أن تعوض كل مقصي والمقصيات عن حقهم بالأثر الرجعي الإداري والمادي اللي رجع لسنة 2014 إسوة بقطاعات الوظيفة العمومية. وفي هذا الإطار كنعطي المثال ديال وزارة الصحة اللي نصفات الممرضين، ونحن على هذا المنهج وعلى هذا المنوال نؤكد على حقنا في الأثر الرجعي. جيت اليوم بحال الزملاء ديالي باش نعبر على الرأي ديالي ونطالب بخارج السلم بأثر رجعي مالي وإداري. هذا الأثر الرجعي اللي سنين هذه من 2011 وحنا كننتظروه بفارغ الصبر، انتظرنا من منذ ذاك الفترة وحنا كنحاولوا نناضلوا باش ناخذوا هذا الحق، للأسف ما زال لم يتحقق ونتمنى أنه يتحقق في القريب العاجل لأن الأستاذ صافي فاض به ومل ولا كيحسب نفسه هو اقل درجه من اقرانه في القطاعات الاخرى اللي تعطات لهم خارج السلم بدون هاد الشيء كامل. اذا تحيه نضاليه للناس الشرفاء اللي جاوا اليوم وشكرا لكم جميعا.